يعني بالباطل، انما يظهر الكون نحن عندنا زمينة يعني أصلت له خطة يعني أقسم يا معتمد في بوهل، لأن يعني ولي بن عروس رفض هذا التنصيب لتعلم أن لديه مشاكل مع وزير الداخلية، بل أكثر من هذا صرح قائلا برا لمشي وزير الداخلية يجي نصب قوة. إذن هناك تطاول يعني لمؤسسة الدولة وتطاول على تطبيق القانون، وهناك تجاوز جائر، ويعني هناك يعني مظلمة حقيقية يتعرض لها زميلنا يعني سي كمال الماجري، يعني الأثر رفض يعني ولي بن عروس هذا التنصيب، والإذن رفض تطبيق القانون ورفض الإدعام إلى قرارات يعني من أعلى من أكثر منه سلطة أكثر منه درجة. إذن نحن موقفنا كان يوم بيننا كان واضح، هذا ولي يعني يخدم وحده يخدم في